تعالوا نشوف هذه العائلة المصرية في المنصورة، ابنهم مات في الجيش، ذهب الإخوان إلى العائلة وحاولوا تحريضها على أنهم يعملوا دعوة قضائية ويدعوا أنه الفريق السيسي قتل ابنهم وسيقفون بجانبهم إذا ما فعلوا ذلك. مسافر من عندي يوم الحد، كان اخد اجازه 7 ايام عشان يطلع، اخد اتصل بيا قال لي يا ماما انا اخدت التعبئه الاولى باركيلي. قلت له بارك لك على يا ابراهيم؟ قال لي اخدت التعبئه الاولى. الورق معايا في ايدي اهي، الورقه اهي. احنا قاعدين جوز اخته جاي من اخته، شافته على التلفزيون، شافت يعني عارفه الحته اللي قاعد فيها. العميد اتصل به بجوز بنت ابو يوسف، اتصل به قال له ابو يوسف؟ قال له اه. قال له البقاء لله ابو يوسف ابراهيم. مات ازاي؟ مات وهو قاعد على الدبابه، كان نصب اقول لك اخدها في قلبه طلعت له من ورا. قالوا له جايبين لي راح جامع المنار وقعدوا فيه، وقاعدين يحكوا في جامع المنار عاوزين يخشهم يعزهم في العزه دول، وخشوا يصوموني بفلوس عشان اقول نخش العزه الاول، وبتوع العزه يدخلونا ايه؟ يدخلوه له جوه في العزا بتاع الحريم، يسوموني بفلوس عشان اقول للشرطه الجيش اللي ضربه والسيسي. المشاهد بتصوت، فجريت على ابو الله خير يا ام حسن، فقالت للاخوان جايين اهو، جرينا عليهم طلع لهم جايبين شنطه، والباشمهندس محمد فرج اخدها في جنب، عضو مجلس الشعب السابق، بيقول له تعالى يا ام حسن امشي معانا في المسيره وخدها، ونجايبين لك فلوس اهو اللي انت عايزاها، وامشي معانا في المسيره. قلت له ايه؟ عمال السيسي هو اللي موت الجيش، والسيسي هم اللي موتين ابنك، وامشي معانا. فجت لواحد اسمه سلامه الصالح، قلت بعد اذنك يا حاج سلامه طالما الموضوع كده والست منهاره، خد الجماعه ده وتمشى من هنا. قال لي مانيش ماشي، وانت شغلتك عشان تتكلم؟ قلت لا، انا شاب من شباب الشارع وقلبي محروق على الشاب اللي ميت. قال لي لا انت مالكش دعوه، وراح بقى جايين هاجمين علينا. رحنا جارين وراهم لما مشيناهم من المنطقه هنا. قبل ما يموت باسبوع كنا كل يوم بتصل بيه، كان ماسك من 2 لـ6، فما كنتش بنام خالص يعني غير الساعه 7 لما هو بيسلم خدمته. كان اثناء في الفتره دي بيجي مثلا ساعه السحور الساعه 2، من بدايه من الساعه 2:30 لما لحقت مثلا 4:30 ضرب نار، اكون بكلمه اللي طب اقفلي دلوقتي، اقول له في ايه؟ يقول لي اقفلي دلوقتي في ضرب نار. اقفل واتكلم يقول لي ده مجموعه مشت وضربوا علينا نار. اقول له مين يا ابراهيم؟ يقول لي في غيرهم ربنا ياخدهم. اقول له مين دول يا ابراهيم؟ العرب. قال لي لا اللي بيدقونا. قلت له الارهاب. قام قال لي ايوه هم دول. قال لي لا انا العساكر بتموت تحت رجلي وما عادش عايز اسافر. قلت له انا مش كملهم وخلص جيشك، لان لو لسه لك مثلا سنه ولا سنتين مش مهم تروح وبناقص، بس ما عادش ينفع لسه 6 شهور يعني خلاص ما عادش ينفع تعمل غياب. قال لي انا خلاص العساكر اللي معايا بتموت، فانا لو سافرت هموت زيهم. فات يومين اتنين بس عايزين نقبل الشهيد بما انه لم يلقى اي جنازه رسميه، نعمل له تأبين في الساحه في صلاه العيد. فوجئنا بطوب، بمطر من الطوب علينا، ضرب من الاخوان المسلمين، هم كانوا بيعدوا العده لذلك، وقبلها بيوم الاوقاف حذرتهم ان لا ما تتواجدوش لان ده يوم للشهيد ابراهيم العفني، ولكن لا حياه لمن تنادي.